السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الأخوات المتابعين الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نداء رقم 1. نداءاتنا راح تكون ضمن قاطع مسؤولية، وتحديدا قاطع العاصمة الحبيبة بغداد. راح نباشر ويا دوريات النجدة وأيضا الشرطة المحلية والطوارئ وكل تشكيلات وزارة الداخلية ضمن قاطع المسؤولية ونقاط المهام، حتى ننقل نشاطاتهم والإجراءات اللي اتخذوها، ونوجه رسائل نصح وإرشاد لمواطنين الكرام من خلال هذا البرنامج، ولكن بعد فاصل قصير. اليوم مشكلة بسبب طفلة عمرها 9 سنين، أخوها اللي عمره شقد عمرك؟ 19. أخوها اللي عمره 19 دا يحاسبها، وبسبب هذا الموضوع داخلين عليها أقاربه، وصاير تجاوز عليه ومضروب، ومضروب راسه وبإيده وبرجلك بيدك وبكل مكان جسمه مضروب. شنو اللي صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة 2200 بالضبط حضر الأخ إلى أحد دورياتنا المرابطة ضمن قضاء بغريب، قريب على المستشفى نداء 20 بغريب، خبرنا بوجود حادث مشاجرة مع أحد أقاربه، وحاليا هو بصحبتنا، راح نتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة بحق الطرف الثاني، هو أحد ذوي يعني معروف من قبله، يعني مو أقاربه. نعم تمام. أنا سؤال، شنو اللي صار؟ من كسرك هيك؟ عمامي. ليش؟ هم اعتدوا علي لأن قالوا ليش تحاسب أختك؟ إي وضربوني. قد عمر أختك؟ 9 سنوات. تضحك وفرح هسه مضروب وده تضحك. أنت سولف لي ليش هاي الطفلة، شنو السبب؟ هم انفعلوا بسبب حسابك لهاي الطفلة؟ بسطتها؟ لا لا، مديت يدك عليها لو شنو؟ لا ما بسطتها. مشكلة رئيسي يعني. شنو؟ رئيس الطفل. إي هي وأخوها الصغير طالعين برا طبابتهم للبيت. إي. وهي عاطت علي، انا عيطت عليهم، اجوا هم قاعد يحكوا وياي الكبير اخوهم، من قاعد يحكوا وياي هذول شعبانهم عبالهم انا تعاركت وياه، شيتوا اثنين علي ضربوني، وهذا قام يضربني وياهم، وانا ما عندي احد بالبيت، واعتدوا على امي واعتدوا على البيت مالتي، كسروا الجام، كسروا المبردات، السلاح موجود، ويهددني بالقتل، يقول اليوم ما يتعدى هذا الليل اذا انت موجود هنا احنا موزين. تستوجب هاي المشكلة على مو الطفلة؟ ما أعرف هما وقابليتهم. يستخدمون سلاح؟ يستخدمون سلاح، واستخدموا سلاح، وأنا شيردوني بشنو أحلف لهم إنه استخدموا سلاح، وضربوني بالسلاح هنا. إيه. وما شيء. ماكو إطلاق نار بالموضوع. ماكو إطلاق نار يعني، فقط رضوض. أيوة. سلاح شخصي عنده؟ لا. سلاح شخصي. مسدس. مو قلت مسدس عنده؟ صايغ ما تكيه. يعني وسائق ما تكيه وعنده مسدس غير؟ عنده مسدس وعنده رشاشة. الظهر جاب الرشاشة راد يرمي البيت واخوه منعه. ولذلك احنا نقول غلط هاي الأسلحة تبقى بالبيوت. أنا عبارة عن شيطان، واللي يستخدمها بدون عقل يسبب مشاكل كبيرة. تمام؟ إن شاء الله. راح تروح ويا النجدة. إن شاء الله. وأنا متأكد أكو فد جزء من النص مفقود، يعني حكى مو كله يعني. لا لا كله موجود. إيه. تمام. إجراءاتكم إيش مشاهد؟ احنا اجراءاتنا بالنسبه انه يكون الطرف الاول هو الاخ صاحب الشكوى، تكون بصحبه احد دورياتنا يباشر محل الحادث، اذا اكو الطرف الثاني موجود يكون بصحبه الطرفين باتجاه معاونيه المركز المقصود مثلا. تمام. من اي منطقه القضيه انه سلاح اكثر حوادثنا حاليا بالوقت الحاضر من وراء موضوع السلاح، انه مثلا احد الاشخاص بصحبه سلاح ومرخص وعنده اجازه، بس يعني تعرف الشيطان شاطر، يصير احتمال على اهله، على اهله، زوجته، أخته، أخوه، يعني من هاي الأمور. يعني أغلب الحوادث اللي تكون عندنا حاليا بالوقت الحاضر من وراء هذا موضوع السلاح. عندكم هم نشاط حلو أنه أنتم بمغرب وايد تصادرون قطع سلاح. والله الحمد لله والشكر، احنا دورياتنا على مدار 24 ساعة بإشراف سيد مدير جانب الكرخ المحترم والسيد عامر قاطع نجدة أبو غريب، مستمرة دورياتنا على مدار 24 ساعة، والتجوال ضمن الأزقة والمناطق والنواحي، عندك علم منطقة أبو غريب يعني قضاء له أهمية لأن هو مدخل بغداد الرئيسي، وعندنا سيطرات رئيسية وحاسبات أيضا عندنا موجودة لعجلات السرقات، والحمد لله والشكر. ممكن بس آخذ صوتك أسألك؟ السلام عليكم. السلام. ايش يصير منه؟ انا صاحبه. اكو ايش عجب تستخدمون هنا؟ يعني كل ما تصير مشكله عشائريه وبين جيران وبين اقارب سحبوا سلاح ويستخدمون. ما اعرف يعني شنو السبب، ما جاي اعرف. ما نعرف هذا الشيء ليش. هي مشكله بيناتهم يعني عمام، يعني ما يستوجب هذا الشيء. صارت قبل له هاي اول مره؟ لا وياهم؟ لا اول مره. ما بيها هيك يعني ضربوها. اول شيء يعني اول ما صارت المشكله الظهر ما بيها سلاح، بس بعدين ساحبين سلاح عليهم رايحين للبيت.
وهددوه، وهسه هو من رجع مرة ثانية للبيت كان ساحبين عليه سلاح مترصدين ثلاثة هم. اي من الاثنين الصبح ثلاثة؟ الصبح الظهر ثلاثة، والرابع مالتهم كان ويانا اثنين يعني على الطرفين، كان شلون حاجوز بيناتنا كان طباب خير وصيب عمه اللي اي بعدين هسه من صارت بالليل قال له انا بعد مالي دخل روح اشتكي عليهم. شلون؟ لين طلعوا السلاح ضربوني بيه قال بعد انا مالي دخل لان هذول ما يلزمون اللي تشتكي عليهم يلا شوي يلزمون. تمام احنا بعد اذنك راح صوتك فقط وجهك ما يطلع على راسي. لا 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 ما عندي اي مشكله. اجراءاتكم بعد؟ والله هسه احنا عندنا مشاجره يعني بالوقت الحاضر توجهها لضابط الدوريات، وبخصوص الاخ راح يكون بصحبه دورياتنا نداء 22 باتجاه معاونيه النصر والسلام. اجراءات السوليه طرف واحد. لا عندك مكاتبه لا بها الرقم، رقمها وين؟ تدعي انه ضربها شخص المستغل الدراجه. اي مضايقات اكو، والله مضايقات من الشباب اكو. هذا متنزه بعوائل وكذا، يقعدون بيه تحتسون الخمر وما شابه، مو صحيح. زين شنو الصور وحده تعود لك؟ تتنازل؟ بس انا شارب برا المنتزه. بس برا انت ايش عندك جوا اذا مخمور شو عندك؟ والله ضايق. الأحبة الكرام، مشاكل أسرية مستمرة، ولكن أكو بعض القضايا تتعلق بالأطفال. لما الأطفال يكونون موجودين بالوسط بين الزوج وزوجته، طليق وطليقته، يدخلون بقضية منافسة، شلون ممكن يستحبهم هو، شلون ممكن يستحبهم، من اللي يأخذ الحضانة، شلون يصير الإجراءات، وهذا سجال التاريخي بهذا الموضوع والمشاكل اللي تصير بي. اليوم الحادث يعني بصراحة مؤلم جدا. سيدة الزوجة وانفصلت عن زوجها، وكل من راح الطريقه بس بقوا الاطفال بالنص، وراها قرار يرجعها حسب ادعائها وادعاء اخوها. رجعت السيده لزوجها بدون علم اهلها وبدون علم اي احد، فقط اهلها يعرفون، وعلى مود انه الاطفال يكونون مثل ممكن يستحبهم الاهل، ممكن كذا تصير اجراءات، وما تصير اجراءات قضائيه وقانونيه وما شابه هذه. وهم رجع الموضوع نفس الحاله حسب ادعائهم ايضا تجاوز وبسط. وهذا التفصيل، شنو اللي صار سيدي؟ اللي صار انه في الساعة 115 صباح هذا اليوم وجهت للسيطرة وجود حادث مشاجرة. وحدة وربع. وحدة وربع بالضبط، وجود حادث مشاجرة. بعد ما توجهت دورية نداء 10 حرية إلى محل حادث. شيء أكيد عن طريق الزقاق ومحل ورقم الدار. تبين أنه الحادث طالب النجدة، هي طالبة نجدة امرأة. متعرضة لتعنيف من قبل زوجها، وكذلك مكسر أثاث البيت. متعرضين أولادها وأطفالها للضرب، فطلبت الشكوى. طلبت الشكوى ضده، استصحبتها دورية النجدة وتوجهت بها إجراءات أصولية باتجاه معاونية مركز شرطة الحرية. سلام عليك. سلام سيد. اسمح لي فقط صوتك. بخدمتك. منو اللي ضاربك ومدميك؟ والله يعني تقدر تقول دعمني رجل أختي. أي والله يعني صارت مشاكل بينه وبين أختي، أنا قدمت يعني رحت هناك جاي دافع عليها، فهو صعد بسيارة وصعد الجام عليها، وهاي ما قدرت أسوي شيء ولا هو قدر يسوي شيء. فبسيارة أجوا ودعمني قبل يعني بسيارة، وتجاوز طبعا أنه هناك أكو يعني بالمنطقة شهود والجيران ولها. سمعت إيش حكيت أنا بالبداية؟ أي سيد. شنو الرواية هاي السولف فيها اللي سولف؟ هاي لازم يعني يكون رقابة من الدولة عليها والتعديل هي هاي القائمة، ويشوفون حل نهاية هي هاي السالفة مع الأطفال، ولازم يكون يعني ما يدخلون بعد. تسولف في قصتك، شنو قصة أختك؟ أنا حتى ما أريد أحكيها. تزوجت من شخص وفوقها فتره يعني ورا ما جابوا جهال ورا تغير كم سنه، صارت اطفال ومشاكل بيناتهم وصار يفصلها وهي السوالف، فطلقناها لان ما تستحمل بعد هاي العيشه. فالاطفال ظلوا معلقين يعني ما يقدرون يسوون شيء له هاي، فالخاطر الجهال رجعناها وظل يتوسل لها رجعناها، فرجع على هاي السالفه. قلتوا لي رجعتوها سرا؟ اي سرا، اهلها ما يدرون. اهلها ما يدرون، بس احنا ندري الخاطر الجهال سكتنا له. فرجع لها هاي سالفته مال البسط والمشاكل هاي، فما نقدر بعد نحن نسوي شيء يعني. هسه حاولت اروح نحلها ويا هاي السالفه، بس هو ضل يتجاوز وحلها هاي كم رجع يشوف حالتي هسه بعد دمايه هاي. فاحنا نطلب حل يعني اذا مو من عندنا من الدوله.
بنعرفهم. ست اجراءات قانونيه راح تروحون لمركز الشرطه ويصير اجراءات قانونيه. جهال يعني هم يحتاجون اب، واحنا جايين نشوف الناس الجهال للاطفال اذا بدون اب شلون يتيهون وهاي، فاحنا رجعناهم خاطر الاطفال يعني مو على وش. زوجتك؟ انا لا مو متزوج، مو متزوج. عندك فد كلمه تقولها؟ والله ان شاء الله نحل هذا القانون ونحل هاي السوالف وما يبقى مشاكل ان شاء الله بالاسره، وطبعا بوجودكم هذا الشيء ان شاء الله سعيد. ما توجعك رجلك؟ يعني توجعني بس الحمد لله نقدر نسيطر ان شاء الله. ان شاء الله بس راح تروح مركز الشرطه تقيم دعوه ان شاء الله، تصير اجراءات قانونيه باتجاههم، وايضا كل الاجراءات القانونيه ممكن تتنفذ، ولكن على اساس انه الاطفال ما يتدخلون بالموضوع. اي صح سعيد. يقول انه رجعوها بالسر وحتى انه الاطفال ما يكونون ضحيه، وبصراحة مشكلة كبيرة أن الأطفال يكونوا ضحية بالنسبة بين زوج وزوجته، فتكلموا بهالموضوع. هذا الشيء مو صحيح، وأصور أنه هذا الشيء هو تحايل على القانون، لأنه إذا استمر الوضع زوج وزوجة، زوج وزوجة بالضبط على حسوة، أنه حفاظا على الأسرة على يعني تطلق على المكون تطلق زوجتك لتطلق أطفالك، لأنه بعد تطلقين تطلقين مرجش بالضبط، لأنه بعد الطلاق العائلة سواء إذا كان متكونة أو من أولاد أو بنات راح تنتهي تتدمر، ما راح تكون هناك رقابة، فهو الأب يكمل الأم والأم تكمل الأب من ناحية الرقابة والتربية بنفس الوقت. صرعتكم مشاكل كي تعانون من منطقة شعبية وكبيرة؟ والله هي جملة من المشاكل بهذا الخصوص، وهذه مو أول حالة، يعني مرات إحنا باليوم وصل عندنا الحوادث حاثين أو ثلاثة مشابه لهذا الشيء، كطالبة نجدة تشتكي على زوجها وإجراءات صولية باتجاه المعاونية، كذلك أعمال ضبط المنطقة نفس الحالة باتجاه الأسرية مركز شرطة السلام الطابق الثاني، وموجودة بكثرة هاي الحالات كثرة. ودورياتكم مشغولة بهاي التفاصيل؟ اي اكيد مشغولة بهاي التفاصيل، نتفاجئ نتوجه انه حادث مشاجر، بعدين نلاحظ انه طالبة نجدة تقيم دعوة لزوجها لعدم الانصاف. بارك الله بك سيدي، شكرا جزيلا. الأحبة الكرام مثل ما سمعتم مؤلم جدا لما نشوف توصل العوائل هيج درجة ويكونون ضحية الأطفال، بصراحة مؤلم ايضا انه وضع الأطفال يكون ساعة تقريبا راح تصير ثنتين بالليل وهم بالشارع وبهالوضع هذا، والله على مود أنه الأب بالسر يرجعها حتى ممكن يشوف أطفاله أو ما شابه، يعني هذا مو منطق. بالتالي المنطق أنه يا أما أمساكهم معروفة وتسريحهم بإحسان، فبالتالي رسالتنا جميع الرجال والنساء لما تنفصلون لا تنفصلون على أطفالكم وفق الإجراءات القياسية القانونية الأخلاقية الإنسانية التربوية، كل هذه التفاصيل لازم تكون موجودة على أساس أن تحافظون على أطفالكم بها. هاي رسالتنا ويا رب رسالة توصل. لا عندك مكاتبة لا بها الرقم، رقمه وين؟ تدعي أنه ضربها شخص المستغل الدراجة؟ اي مضايقات اكو، والله مضايقات من الشباب اكو، وهذا متنزه بعوائل وكذا، تقعدون بيه تحتسون الخمر وما شابه، مو صحيح. زين شنو الصور وحده تعود لك تتنازل؟ بس انا شارب برا المنتزه. بس برا انت ايش عندك جوا اذا مخمور شو عندك؟ والله ضايق. الأحبة الكرام، قضايا المجتمعية كثيرة، قضية مؤلمة. ساعة تقريبا 3 الصبح حاليا توقيت بغداد، جت فتاة عمرها تقريبا 23 أو 22 سنة، عمرها 23 سنة، جت يعني بهلع وقصدت أحد دوريات النجدة، وبصراحة وضعها مؤلم جدا وبكاء وصريخ وما شابه. استفسرت منها الدورية، عرفت انه خالها اللي عايش وياهم واللي مدمن للحبوب المخدرة ويتجاوز عليها وياخذ المبلغ اللي تشتغله هي ويمديد عليها وكاسر اصبعها او رضوض بي ما نعرف هسه بعد، يسوالف فحص معالجة واجراءات خاصة بهذا الموضوع. والألم الكبير انه يعني ما راعى الله بيها، انه هي يتيمة وما عندها احد، بس هي وببيتها وخالها بالبيت. شنو اللي صار سيد؟ اللي صار نفس الحال تقريبا السابق، اتصلت طالبة النجدة بالسيطرة، طلبت دورية نجدة عن طريق السيطرة المركزية، وجهناها لدورياتنا المنطقة الحرية بالتحديد. عندما توصلت دورية النجدة الدار طالبة النجدة تبين انه متعرضة للتعنيف والضرب من قبل احد ذويها، فطلبت الشكوى اللي هو خالها بالتحديد.
استصحبتها دورية النجدة وتوجهت بها إلى مركز شرطة الحرية لغرض إقامة دعوة أصولية. السلام عليكم. السلام أمي. أنا بس آخذ صوتك فقط، وجهك ما يطلع. أي أي. أنت براحتك، تبي تحكين احكي، وإذا ما تبي تحكين تحكين براحتك. أحكي. أنا خالي، واحدة من بنت خالي انهزمت من ورا، انهزمت يم عمتها راحت. أنت بس اهدئي، هسه ارتاحيتي. احنا الدورية راح توصلك للبيت بعد ما تكملي إجراءات، ترجعك للبيت. واكو دورية قريبة من عندك، وايضا اي شيء تحتاجين دورية قريبة. بس شو اريد من عندك؟ اريد من عندك بهدوء تحكين هو شنو السبب اللي صار. شنو اوكي ايش قال لك؟ قال لي اليوم ما عرفت اذا ما ضربت سكاكين، هيك قال لي. والقران حتى كنت شهود بالمنطقة وسمعوا الصوت والصياح مالتي. الدربونة كلها من جت النجدة شافوا العالم هيك على الفرع. ليش ضربني؟ بقيت اتقاوى وياها انا بالسكينة. هاي لازم سكينة وجدر كان فافون ام يزمو رقعني بيه بظهري، وهذا شفت حلب وكسيات يم الكاونتر. شنو سبب هيك صار؟ يقولون عود انه هو مخبى له وشين، بس مو ابي شيء ما ابي شيء يعني، هو طبيعي تشوفه يضحك ويشاقه ويسولف. لا بس يتكبسل حبوب، ماكو سالفة مخدرات لا ولا شرب، بس يتكبسل حبوب يجيب من المنطقة وياخذني يشربه وهو هيك يصير بيه. يطلع سوالف مو زينة بالتليفون، يقوم يتعدى علينا، يكسر غراض، يغلط على امه، يوقف بالباب، يفشر شارع يعني مو لائق بيها. دائما يشرب هاي الحبوب؟ دائما بالليل، بس بالليل. تجي تشوفه شو مثلا يسوي سوالف بالحائط، هو ماكو حرق باله، بس يعني يسوي هيك بالتليفون يباوع سوالف مو زينه، ويباوع بالحائط يسوي سوالف مو حلوه. زين نشوفه احنا ونحكي وياها البي بي جي وتحاكي وينكر ونصوره الها ونشوفه. كلها بسبب الحبوب؟ حبوب. اي اي حبوب صار له يعني مو هسه، لا تقول سنه وسنتين، من زمان يعني. هاي من زمان يعني، انا كنت صغيره اتذكر عشان اسحب سكاكين على اخو من ورا هاي الحبوب. من ذاك اليوم لهاليوم هو مدمن. اي اي كان اخوه يعني شويه لازم، اخوه مات. اي مات اخوه، بقى هيك هو يتصرف يعني، ما اخذها السالفه براحته. شو تشتغلين؟ انا اشتغل ببيت مال المراه. شو تشتغلين؟ اشتغل ببيت مال المراه انظف. اي ويومية 15. ياخذي ما عندك؟ اعطيني البي بي جي، بيبي جي تنطي. قلتي هاي تطي البي بي تجي، بيبي تطي تجيب حبوب. اي اي. ما تقدر ليه؟ لا بيبي مرة كبيرة. ما تقدر ليه؟ هسه ليش تجر المشاكل؟ المرة لا تهم ياخذوا. وخذته وراحت البيت اخو. على مود شنو واحد يلزمه، لان هو كان ملزوم هنا، ملزوم بالمكافحة. هم صارت دعوة وهم اخذ حبوب وطب على بيت مال المرة تهجم بالسلاح. وهم دعاوي وصارت، وبعدين فصلهم ودفعوا فلوس وطلع وما تاب. إجراءاتكم؟ وديناها لضابط التحقيق، قامت دعوة أصولية ضد خالها، وباقي الإجراءات القانونية من قبل ضابط التحقيق والسيد قاضي التحقيق المختص. بعد ما انتهت الإجراءات، وما أنه ساعة متأخرة تقريبا الساعة 3 الفجر. أنا استغربت ليش ركزت على هذه الحالة؟ لأن هذه الحالة أنت تعاطفت وياها. اي نعم. هي يعني خطيه بعدها صغيره ومبينه فقيره يعني. أي بالفطره يعني. اي نعم. وتشتغل عامله منظفه ببيت. نعم. بالضبط. وهذا ديد من ياخذ حبوب ويهددها بالقتل. صحيح. ولازم انه تكونوا قريبين يعني. المشكله انه حذويها، مو تقول يعني انه شو خساري. خالها هسه اذا خالها ويتواجد باي وقت يعجبه داخل الدار. بما انه هو خالها. فاحنا هسه بعد ما انتهت اجراءات ودونا تفاداتها على ضابط التحقيق، راح ابدي لها مساعده مره ثانيه. كون انه ساعه متاخره. هي صغيرة بالعمر، نفس الدورية اللي استصحبتها من الدار راح تتوجه بها للدار مرة ثانية حتى نأمن عودتها بسلامة للدار. هذا احنا الواجب اللي نوجدنا من اليوم. اكو دورية قريبة ونفس الأرقام المتاحة للسيطرة، عندما تتصلين مرة ثانية تعطينا العنوان، الدورية هي متواجدة وكلش قريبة على الدار. راح تحضر مرة ثانية. أثناء التجوال أنا راح أوصل دورية الجوال القريبة على دار طالبة النجدة. ها هي؟ انا ما اريد شيء، بس ما اريد يتعدى علي كل شيء، ما اريد انا حتى لو ما اقول له، لانه ما ياخذ مهم يا خالد، بس المهم ما يجيني. زين اليوم يقول لي ما اعرف اذا ما ضربت سكينه، والله بس اريدك تضوي لي هنا وشوف الدنيا شلون. اذا ما سكينه هيك بقعد اتلاوى وياه، والله اتلاوى وياه ما اقدر. بيبيتي ما تقدر، هو شويه ضخم سمين، واتلاوى وياه ما اقدر. لو يسحل بيا من شعره ودق بوكس، يا شفتي ترى كلها مرمون، هاي كلها مرمون. زين ما اريد شيء، انا بس اريد انه هم يحموني من عنده كل شيء ما اريد. الاحبه الكرام، مثل ما شفتموه جدا لما شابه صغيره خطيه الساعه 3 بالليل تطلع من بيتهم و
يصير بها هذا اللي صار، خصوصا هي تشتغل عاملة منظفة في أحد الدور عند سيدة فاضلة، ساعدها تطيق 15,000 دينار يوميا، تأخذها على 15,000 وهي يتيمة توديها لبيبيتها، بيبيتها تأخذها تطيها الخالة حسب ادعاها طبعا، ويتعاطى بها الحبوب المخدرة. إذا أكون من هذه الحالات وأكون مثيل لهذه الحالات، مراكز الشرطة موجودة، دوريات النجدة موجودة 104، تتصلون بها تحرك الدورية تتخذ إجراء وتوديكم لمركز الشرطة وتتخذ إجراء، وأيضا تتابع وضعكم حتى لا أحد يصير تجاوز أو ما شابه، وبإمكانكم في أي لحظة تتصلون عليها حتى تكونوا في مأمن. هاي رسالتنا، ويا رب الرسالة توصل. لا عندك مكاتبة لا بها الرقم، رقمه وين؟ تدعي انه ضربها شخص المستغل الدراجة؟ اي مضايقات اخو، والله مضايقات من الشباب اخو، هذا متنزه بعوائل وكذا، تقعدون به تحتسون الخمر وما شابه، مو صحيح. زين شنو الصور وحده تعود لك؟ تتنازل؟ بس انا شارب برا المنتزه. بس برا انت ايش عندك جوه اذا مخمور شو عندك؟ والله رايج. نعم احبتي، هذا ما يسمح بوقت البرنامج، انتظرونه الاسبوع القادم ونداء اخر من نداءات قواتكم الامنيه ضمن قواطع المسؤوليه ونقاط المهام. دمتم في امان الله وحفظه، الى اللقاء.